مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حياتكم ولا أروع. راني في الموعد معكم إن شاء الله، تقضيوا معايا سويعة خفيفة طريفة إن شاء الله. صفت نهار اليوم راح يعجبكم، تقدروا تشوفوا هذه الحصة مباشرة على الصفحة الرسمية للفيسبوك ديال الانستغرام سميرة تي في، وما تنساوش الأرقام الهاتفية راح تظهر في أسفل الشاشة اللي تعودتوا على هذا الشيء. راح نستقبلوا جميع مكالماتكم الكراس وصية باش تدونوا كل المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفات. كذلك ما تنساوش الطنبولة اللي برعاية مارغارين سول، راهي معاكم مستمرة، عندكم عدة جوائز رايحين تربحوها معنا بإذن الله. يلا قلنا اليوم راح نديروا طعام المتوسط. هاوليك أمامكم عفوا هاوليك أمامكم اللي راح نديروه بالغنمي، واللي راح نديروا فيه اللفت والقرعة وزرودية بطريقة بسيطة، وراح نديروه مرقة حمراء حيجي بزاف بنين والمذاق تاعو هايل، وراح نزيد ندخل فيه الزبيب كذلك. هاوليك طريقة بسيطة وسهلة وحيجي بزاف بنين هذا الطعام بهذه الطريقة. حنشوفوا طريقة التحضير ونشوفوا المقادير تاعو. وعندنا شوربة بيضاء اللي راح نديروها طريقة كذلك بسيطة وسهلة، نديروها بالفرميسال هايليك. وعندنا اليوم تحلية ثاني راح نديروها بشوكولا بيضاء سهلة، ما تاخذش الوقت حتى المقادير تاعها بسيطة وسهلة. يلا نروحوا المقادير تاع الطعام اللي راح نديروه اليوم. عندكم هنا غنمي، حم غنمي، بما انه ان شاء الله راح يكون عندنا الغنمي في الدار، دونك الناس اللي عندهم الغنمي والاخر يقدروا يديروا الطعام بطريقه بسيطه وسهله ويجي بزاف بني. قلنا عندكم شويه ولا حفنه تاع الزبيب، عندنا الخضره قرعه زروديه واللفت، كذلك عندنا هنا طماطيش اللي كنت طيبتها ولا صوص طوماط هاي ليك كنت طيبتها من قبل وجدوها ساهل. طماطيش حبه بصل وشويه ما ديرولهاش الثومه، ثوم وشويه عفوا بصل، ملح في الكحل، تخليوها طيب من بعد رايحين ترحيوها. حبه بصل كبيره مقطعه ولا مسكربجه، حبه تاع حميصه، عود تاع قرفه، وعندنا العكري، ملح، فلفل الكحل، هذو هما طبعا، وشويه تاع السمن وشويه زيت باش ندوزنوا المرقه تاعنا. هذو هما المقادير مشاهدينا الكرام. نروحوا دوك طريقه التحضير تاع المرقه الاولى، من بعد رايحين نفوروا الطعام. هنا ناخذوا كي نقولوا طعام، عندنا قدره والكسكاس. هنا قلنا كي نقولوا طعام قدره والكسكاس، هنا واش راح ندير شويه تاع الزيت وشويه تاع السمن. هكذا قلنا شويه سمن، ماشي بزاف لانه راح نستعملوا الغلمي، دونك الغلمي على بالكم شويه مشحم، هذا باش ما يكونش الطعم يدوم بزاف. الحاجه الاولى نحط طرف تاع اللحم تاعي اهم ليك، هكذا، ونزيد معاه حبه بصل كبيره تكون مسكربجه، ونخليو اللحم تاعنا والبصل يتقلوا. هكذا، وشوفوا الخضره اللي راح نستعملها، قلنا عندنا القرعه واللفت والزروديه، وطبعا الحميصه اذا كان عندكم شمخه ليله من قبل راح نديروها طيب من الاول، واذا كانت طايبه راح نخليوها في الاخر باش نرمي الحميصه تاعنا لانها راهي طايبه. هنا نقطع القرعه تاعي. يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم وليدي. واش راكي سيدتي لاباس؟ لاباس خيس المكان. واش راهي سيلينا؟ لاباس خيس المكان. واش راهم ناس بليده لاباس؟ الحمد لله بخيس المكان. الحمد لله. الله يحفظك. لكم مليح حكيتوا تاع بخير، حنا كلو بخير. الله يطول عمركم، شكرا، بارك الله فيك، الله يحفظكم. الله عليك، الله يحفظك. عليك. يطول عمرك، سلمي لي عليها بزاف بزاف. الله يسلمك، دا شاف فارس سلمي عليه، سلمي قلت له ولا غنقلت له. الله يسلمك، يطول عمرك ويسلمك ان شاء الله، والله الحمد لله سوال عليكم. بداتكم ان شاء الله كم والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. قولي لي الصحة الوصفات والله ما شاء الله. الحمد لله، كنت جربوا يا اخي. دي فوا حنا والظروف. الحمد لله الحمد لله.
صحتكم بالصحة والراحة إن شاء الله. يسلمك، سخسيك الأخ بارز. تفضلي. حبيت لا تارت أو بوم بصح ماشي بلا كريم باتيسيغ، حبيتها بلي كومبوت. بالكومبوت دو بوم تاني كيف كيف. فوالا، ماشي كومبوت مطحونين. أها أها فهمت. ماشي بيغي، ماشي بيغي كومبوت. لا لا، حبيتهم بالزبدة والقرفة. بالقرفة صح، ما كاش مشكل. ولا ليزاموندين، ما كاش مشكل. أموندين أو بوم. ما كاش مشكل. كان تجيني كريم وبوم كريم وزاموند ونزيدوا لها لي بوم تجي تاني بنينه. فوالا يعطيك الصحة. هايلة. ولا تاع التفاح معليش. مالي ما يكون لا خاطرك. يسلمك ربي يجعلك كما كما لاباط نعرف لها هذيك الأخرى اللي تجيني. لا كريم هذيك اللي تجيك واعلة. ماشي تجيني واعلة. حبيت نفهمها نديها من عندك. ما كاش مشكل. يعطيك الصحة. الله يسلمك سيداتي. الله يرضى عليك ويسلم لك على قناة سميرة. الله يسلمك. سميرة ديزل كلها ما شاء الله. سميرة تيفي. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم، شكرا من يابا كاملة من سلم عليكم، شكرا لك الصحة، شكرا. يلا نشمخوا الطعام تاعنا عادي كما مدارين نوري لكم. شوية تاع الملح، شوية تاع الزيت. شافوا شوية ملح. هكذا ونحطوا شوية تاع الزيت. وطبعا رايحين نعوموه بالماء ونخليوه يشرب ورايحين نفوروه قلنا زوج خطرات. شافوا هاد، شافوا هكذا هكذا بهالطريقة قلنا نعوموه بالماء ونخليوه يشرب كامل الماء ورايحين نفوروه قلنا زوج خطرات. التفويره الاولى طبعا راح نفوروه من بعد راح نحيوه نشربوه ولا نرشوه بالماء نخليوه يشرب ونزيدو نفوروه التفويره الثانيه من بعد رايحين تدهنوه بهذاك اليدام تاع المرقه دوك نوري لكم وشويه تاع زيت الزيتون ولا شويه تاع السمن كيما حبيتو. دوك هنا نخليوه يشرب هاوليك ونعاود نوليو ليه هنا. واش نزيد؟ نزيد القرعه ولا عفوا الزروديه. شوفوا الزروديه تاعي رقيقه خليها كيما راهي هكذا. نزيدو العكري وعود تاع قرفه قلنا الملح وشوية فلفل كحل. شوفوا هكذا شوفوا هكذا بهالطريقة نزيدو نخليو الزوجان تاعنا تقلى شوية من بعد نزيدو قلنا هاد صلصة الطماطم. هنا ما حش نستعمل معجون طماطم، ما حش نستعمل طماطيش تاع البواطا، غير هاد العكري وطماطيش تاع الحب. هكذا يلا نزيدو قلنا طماطيش تاع الحب اللي كنت طيبتها ورحيتها القرعه واللفت. قلنا القرعه واللفت ما حش نديرهم دركا لانه ما ياخذوش وقت كبير ويطيبوا. يلا ناخذ اتصال ناس مديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مروه السلام عليكم، راكي مليحه؟ الحمد لله. الحمد لله. شحال في عمرك مروه؟ 16 سنة. شحال؟ 16 سنة. الله يبارك. راكي عطله مروه خلاص؟ ايه خدمة عطله. الحمد لله الحمد لله. راكي تدخلي طيبي مع ماما ولا ما كيش تدخلي؟ انا نكون نطيب معها. واش راكي واش تعرفي تطيبي؟ قولي لي مروه. نعرف نطيب المقارون. نعرف الكراتا. نعرف نطيب لي جاتو. الله بصحتك. الله يبارك الله يبارك.
الو. السلام عليكم، واش راكي ام مروه؟ السلام، واش راكي؟ مرحبا، واش راكي؟ لاباس؟ راكي مليحه؟ والله لاباس الحمد لله، ربي يخليها لك، تبان شاطره مروه. الله يسلمك، تهنيك ربي يخلي لك وليداتك. الله يطول عمرك، الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يا ربي. ان شاء الله. وليت مش رايحين تعقبوني على المباشر، على ذيك راني نهضر معاك، راني نشوف. مرحبا بك، مرحبا بك. ربي يحفظك ان شاء الله يا خويا. يطول عمرك. ان شاء الله توصل تسامي من الشعب الجزائري كامل، يدعي لي ربي ان شاء الله من 8 عمره. ان شاء الله عمره، انا مريضه صح مانيش قادره نمشي، بصح هذا عمره من 8 في حياتي برك، عمره انا والشيخ تاعي برك، هذا واش راني من 8. ربي يرزقك ان شاء الله عمره، وقعد شوفي ولعبي معنا طنبوله ان شاء الله، ان شاء الله تربحي معنا عمره ان شاء الله. ان شاء الله ما نعرفش نلعبها بصح ولا ما ثاني نلعبها ان شاء الله. ربي يرزقك عمره انت والزوج ديالك ان شاء الله. ان شاء الله في عمره 70 سنه ولا في عمري 50 سنه، من 8 في حياتي، من 8 والو، من 8 عمره، هذا واش راني من 8 ونموت معليش. راهم يسمعوا فيك، شوفي كامل الجزائريين يدعيوا لك، وان شاء الله تعاودي تعيطي لنا وربي يرزقك بعمره انت وزوجك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يحفظك يا خويا. الله يسلمك يا مزيه. الله يسلمك ربي، ان شاء الله يطول لك في عمرك وعمركم ان شاء الله. في وصفات اللي راك درتهم لينا. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا. الصحة وكل وعيدكم بالصحة ولهنا ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. يلا نروحوا درك. يلا قلنا روحوا الوصفة الثانية. شربة بيضاء بطريقة تانية بسيطة وسهلة، راح نديرها كيف كيف بالغنمي. هنا شوية تاع الزيت، وعندنا شوية تاع السمن، شوف شوية سمن، هكذا شوفوا. هنا قلنا عندكم حبة بصل، عندكم حبة بصل تكون مسكرفجة هكذا، نبدأ بحبة بتاع بصل قلنا تكون كبيرة، حبة بصل تكون كبيرة مسكرفجة، على بالك عندي كيب تلاجيب مهابل. شوفوا عندنا قلنا اللحم غنمي هابلك، تاخذوا اللحم قلنا راح نقطعوه، شوفوا نقطعوه قطع صغار هامليك هكذا بهذه الطريقه، نزيد شوف هكذا، شوف هكذا نقطعوه قطع يكونوا صغار، هكذا هكذا نحط اللحم تاعي كيف كيف يتقلى مع هذا البصل، شوفوا هكذا، شوفوا هكذا. هنا واش راح نستعمل في هذه الشربه بيضاء؟ عندنا حبه بطاطا وحبه تاع القرعه، نقطعهم مربعات صغار، شوفوا هكذا، ها شوفوا هكذا، نزيد عندنا حبة تاع القرعة. يلا نزيدو ناخذ اتصال من الجزائر العاصمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيده عائشه، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتم؟ الحمد لله، الله يهنيك ويطول عمرك. الحمد لله، الحمد لله. ثاني ربي يخليك ان شاء الله. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، شكرا. الله يسلمك، ربي يهنيك، ربي يحفظك. امين ويهنيكم ان شاء الله ويطول عمركم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قولي لي كاش ماكو تجربوا.
جربت خطرة الاخر تاع كليت لي بالخضرات جات هايله. اي الحمد لله بصحتك. جات هايله جربتها ما شاء الله. والله ما شاء الله صحتك ما شاء الله صحة والراحة ان شاء الله. يسلمك تعيش يسلمك ربي يهنيك ان شاء الله ان شاء الله ويهنيكم ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله يسلمك تاني بصحتك وصحة وليداتك والمدام ان شاء الله. الله يحفظكم. شيخ فارس نقول لك تعيش بوسو لا تمسو. بوسو لا تمسو حابين نديروه؟ ايه ان شاء الله. ان شاء الله حلوه قديمه تاع زمان. حلوه ولا اروع. لا لا راحت لي لا غوسات كنت ماركيتها راحت لي. ما عليه هاد السمانه ان شاء الله نديروه باذن الله ان شاء الله بربي بربي ان شاء الله. انقطعت المكالمه ان شاء الله تعاود الاتصال سيده عائشه. بوسولة مسو باذن الله نديروه. حلوه من الحلويات التقليديه الجزائريه القديمه. هنا شوفوا هنا نخليو المقا تاعنا تبدا تغلي. الشوربه تاعنا راح نزيد لها البطاطا والقرعه هكذا. قلنا اللي رايحين قطعوا مربعات صغار. انا درت هنا الملح وشويه فلفل ابيض وعود تاع قرفه هكذا. الشوربه سهله ما تاخذش الوقت. تحبوا تزيدوا لها حميصه زيدوا لها. تحبوا تخلوها كيما راهي كيما درت انا ما تزيدوا لهاش هكذا. دوك نقليو مليح من بعد المرق كي يطيب اللحم تاعي وطيب الخضره رايحين نرمي بشويه تاع الفرميسال ولا الفداوش كيما نقولوا له حنا في العاصمه ونخليه يطيب وتكون عندنا شريبه ولا اروع شربه بيضة بزاف بزاف بنينه هكذا. هكذا دوك هنا نخليه قلنا المرقة تاع الطعام خليوها تبدا تغلي. حط الكسكاس تاعي هنا نغطي هذه خليه يتقلى شويه من بعد رايحين نمرق الطعام تاعنا. دوك نشوفوه اذا شرب نوجدوا هنا الماء سخون باش نمرقوا الشوربه تاعنا. هكذا نخليو الماء يسخن يلا نشوفو الطعام تاعنا كيفاش شرب. هاوليك شتو عومتو هاوليك ها شوفو ها ها شوفوا كيفاش الطعام تاعنا شرب. ها شوف هاوليك هاوليك الطعام تاعنا. خليه يزيد يشرب شويه ونبدا نفور التفويره الاولى من بعد راح نحيوه نزيدو نرشوه بشويه تاع الماء نخليه نزيد يريح شويه من بعد نفوروه التفويره الثانيه ورايحين ندهنوه. قلنا نحيو شويه ليدام من المرقه ونزيدو هذاك ليدام نزيدو شويه زيت الزيتون ولا شويه تاع السمن وندهنو الطعام تاعنا باش لانه هذاك ليدام فيه بنه اللحم دونك تجي بزاف هايله. وشوفوا هذا الطعام في الاخر كامل هذا الزبيب راني شمختو ما سخون راح نرميه في المرقه. ترميوها في المرقه تلقى واحد الحلاوه ولا اروع. يلا نروحوا دوك الوصفه الثالثه اللي هي تحليه سهله وما تاخذش منا الوقت. يلا يلا ناخذوا اتصال ناس تبسة. الو السلام عليكم. مساء سعيد اخي فارس. مساء النور. واش راك ناس تبسة؟ واش راك خويا فارس؟ لاباس؟ واش راك خويا فارس؟ ولا غير منور الشاشه. يطول عمر يطول عمرك. راك متعنا بالاطباق تاعك الرائعه. الله يحفظك يطول عمرك. واش راك والله ولادي كامل يحبوك. شكرا الله يحفظك بارك الله فيك. يعيشك خويا فارس. الله يسلمك. خاصة قلب اللؤم انا كل ما نجربه يصلح لي. الله يسلمك بارك الله فيك.
الحمد لله الحمد لله بصحتكم بصحتكم. يعيشك يعيشك ويسلم عليك اختي دلوله مطارف. سلمي لي على دلوله بزاف بزاف. يبنى خويا فارس راه تسمع فيك. الله يسلمك بارك الله فيك. على بالك باللي نتفرجوا في قناه سميره من الصباح حتى لليل. الحمد لله الحمد لله بصحتكم بالصحه والراحه ان شاء الله. عجبنا ياسر. الحمد لله الله يحفظكم. يعيشك خويا فارس. تعيشي طول عمرك بارك الله فيك. قولي لك شو صباك احب نقدموها لك. والله راك متعنا بالوصفات تاعك اللي تديرها نديروها خويا فارس. الحمد لله الحمد لله. تقول راك تحس بينا. الحمد لله نحس بكم انا حقيقه. صدقني خويا فارس اللي نحن نطلبوها من عندك تديرها وحدك. الحمد لله الحمد لله بصحتك. شكرا. بالصحة والراحة ان شاء الله. الله يحفظكم. امسية طيبة خويا فارس. شكرا. مع السلامة. شكرا بارك الله في اللقاء. شكرا وصحة عيدكم. لا فاصيلة لا نقطة ما ولا تستر نستر بها الله يبقى عليها الستر. شكرا. يلا قلنا عندنا اليوم تحلية بطريقة بسيطة وسهلة. هنا قلنا التحلية تاعنا عندكم نص لتر تاع حليب وزوج مغارف كبار حليب غبرة فانيليا وعندكم هنا 100 غرام شوكولا البيضاء وتزيدوا معاها زوج مغارف كبار تاع فارينة. يلا نزيدوا زوج مغارف كبار فارينة. هذه الوحدة وهذه الثانية. هكذا بارد في بارد خلط المليح ونحط كل شيء فوق النار ونخلي حتى نشوف الكريمة تاعنا عقدت. شافوا هكذا ونخلي التحلية تاعنا حتى نشوفوها ولات عاقدة ونحطها نحطها في الفيغين تاعي خليها تبت يعني تربي هذيك الطبقة. من بعد راح نزينوها بالفاكهة ولا الشيء اللي يكون عندكم خاصة تكون إذا كان عندكم فاكهة تقدروا تزينوها بالفاكهة راح تكون عندكم تحلية بالفواكه ولا أروع. يلا ناخذوا اتصال ناس تبسة مسيلة عفوا. ألو السلام عليكم سيدة سميرة. ألو ناس تسمع فينا معليش إن شاء الله تعاود الاتصال. قلنا شوفوا ما تغفلوش عليها التحلية هنا المقاطع تاعنا راهي بدات تغلي الطعام تاعنا راهو شرب. شوفوا هاوليك نبدا نفور. شوفوا هاوليك الطعام تاعنا شوفوا ما تعجن ملصق ما ولا. شوفوا هاوليك ها دوك نحطوا الكسكاس هنا ونعمر. شوفوا شوفوا هكذا شوفوا هاوليك نحط الطعام هنا ونخليه قلنا يفور التفويره الاولى. من بعد رايحين نرشوه بالماء خليه يشرب نزيدو نفور التفويره الثانيه. وقلنا باش ندهنوا هذا الطعام رايحين ناخذوا شويه ليدان تاع هذا المرقه ونزيدوا شويه زيت الزيتون ولا شويه تاع السمن وندهنوا الطعام تاعنا حيولي اللون تاعو في الاحمر يولي بزاف هايل. يلا خليه يلا عاودي اتصال سميره. الو السلام عليكم سميره. الو السلام عليكم. واش راكم واش راكي السيده سميره واش راهم ناس مسيله لاباس؟ والله لاباس الحمد لله الحمد لله. كي راك شفاف؟ والله الحمد لله سؤال عليكم واش راكم انتوما؟ الله يسلمك ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله امين واش راكم صح؟ والله حبيت برك نوجه لك تحيه برك يعطيك الصحه. الله يسلمك يطول عمرك. الله يعطيك الصحه على الوصفات اللي راك تقدم فيها. الحمد لله الحمد لله. والله يبارك الله فيك. الله يسلمك ياك وتجربوا يا اخي. والله راه تجربوا. الحمد لله يا ربي الحمد لله. صحتكم. صحة عيدك ان شاء الله. ان شاء الله صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم مهنيين ان شاء الله.
الله يسلمك ربي يحفظك. شكرا بارك الله فيك، شكرا يعطيك الصحة. شكرا. التحلية تاعنا شوفوا قلنا رايحين تقعدوا فوقنا تخلطوا هكذا حتى تشوفوا التحلية تاعنا ولا التحلية هذه عقدت، راح نفروها في ليفيغين تخليوها تبرد، من بعد رايحين تزينوها بالفاكهة اللي تكون عندكم من الفوق، وراح تكون عندكم تحلية صدقوني ولا أروع. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا أنا حنفور الطعام تاعي، من بعد كيف فورت فورة ثانية حنزل نرمي له القرعة واللفت، وفي الاخر قلنا نرميو الزبيبه في الاخر كامل، تكونوا شمختوه ترميوه في الاخر كامل تخليوه يطلق الحلاوه تاعكم. نروحوا فاصل قصير، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد، راح نشوفوا الوصفات تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم، خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفة تاعنا اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم، كما راكم تشوفوا الطاولة راهي ولا اروع. الوصفة الأولى هاد الطعام كنا درناه بالزبيب بالخضرة باللحم غنمي هاوليك امامكم، طريقة بسيطة وسهلة ويجي بزاف بنين، جربوه ماكوش رايحين تدموا عليه، هايليك المرقة ديالو ولا اروع صدقوني ولا اروع. هذا بالنسبة للطعام. بالنسبة للوصفة الثانية شريبة بيضة درناها كذلك قلنا بالفرميسال شويه المعدنوس تقدروا ثاني شويه تاع قارص، وبالصحه والراحه شربه بيضاء بنينه بزاف بزاف. كذلك التحليه تاعنا اليوم هاي اللي امامكم، بعد ما تبدا نزلت لها الكراميل من الفوق، وفوق الكراميل قطعه فاكهه هكذا في الرقيق، وتزينوا بها التحليه تاعكم وبالصحه والراحه. وهنا كما راكم تشوفوا زدت شويه تاع الحمل الحلو وزدت شويه تاع بوراك للشوربه وهاد الحلويات. يلا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير والتحضير تاع هاد الوصفات. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم، راح نتلاقى بكم ان شاء الله يوم السبت نفس التوقيت نفس القناه من هذاك الوقت. تهلاو بزاف في صحتكم ونتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده. سلام.